أخبار اليوم. شهر رمضان في دولة العراق. في العراق يبدأ شهر رمضان قبل قدومه بأيام عديدة، فتكون الحركة غير اعتيادية في الأسواق والمحلات، واستطاعة المرء أن يشاهدها لا تدل على مجيئه الكريم. حيث يشتري المسلمون مستلزمات رمضان من قبيل حلوله بعشرين يوما، وتوضع الزينة والإنارة الضوئية على معظم محلات الملابس والحلويات، ويتكون الإفطار من الشوربة التي تتكون من عدس وشعرية وكرفس أخضر. وبعد صلاة العشاء والتراويح يتم تناول الحلويات التي أشهرها البقلاوة والزلابية والشعرية والكنافة. ويعد سوق الشورجة القديم في قلب العاصمة بغداد أكبر سوق تجاري في العراق، حيث يشهد إقبال الناس عليه من كل مدن ومحافظات العراق ليتبضعوا ويشتروا لوازم شهر الصيام من مواد تموينية مثل العدس والماش والحبية والنومي والبصرة والقمر الدين والترشانة والحمص، إضافة إلى شراء اللحوم بمختلف أنواعها.